أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا في سؤاله أحد الإخوة يقول: هل يجوز أن نصلي خلف الجزار وهو إمام؟ نعم، يصح الصلاة خلف الجزار وخلف غيره إذا كان ليس عليه شيء ينقض صلاته من دم مسفوح أو من حدث ظاهر. فالحمد لله الجزار يصلى خلفه، والجزارة مهنة شريفة خير من الشحاذة والسؤال وما يتعلق بها، وإن كان بعض الناس يتنفه ويترفع عن مثل هذه المهن فهذه أمور عادية في الدنيا، لكنها في شرع الله عز وجل ليس عليها غضاضة، والله أعلم.